في ظلال السيرة. هل سيتراجع النجاشي عن وعده؟ كانت أم سلمة هناك في بلاط النجاشي تشارك وترى وتروي أثر القرآن عليه، تقول: فبكى والله النجاشي حتى خضلت لحيته وبكت أساقفته، ثم قال: إن هذا الكلام ليخرج من المشكات التي جاء بها عيسى، انطلقوا راشدين. ثم التفت إلى رسولي قريش وقد أضحيا كتلتين من الغم، فقال لهما: لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكم عينا. تقول أم سلمة: فخرجنا من عنده، وعاد عمرو وصاحبه إلى مكان إقامتهما، وقد قنع ابن ربيعة بما آلت إليه الأمور، لكن عمرو خطرت له فكرة ستقلب موازين العدل. كان ينظر لوجه رفيقه والثقة تملأه ويبشره: والله لآتين النجاشي غدا بما أستأصل به خضراءهم، إنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. حاول ابن ربيعة ثنيه قائلا: لا تفعل، فإنهم وإن كانوا خالفونا فإن لهم رحما ولهم حقا. لكنه أصر. ولما جاء الغد فوجئ المهاجرون بالخوف يطرق بابهم يطلب مثولهم مرة أخرى أمام الملك. أرتج عليهم وتحيروا، حتى قالت أم سلمة: ولم ينزل بنا مثلها. فتشاوروا، ثم أيقنوا أن الصدق الذي أنجاهم الله به لن يخذلهم.